عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية وتحديدا المتحف المصري الكبير. تفاصيل أكثر مشاهدينا عن المتحف من خلال ضيفي الكريم معنا عبر الهاتف دكتور طيب عباس مدير الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير. دكتور أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بك يا فندم. لو تحدثنا يا فندم عن أهمية هذا المشروع، يعتبر من أكبر متحف أو هو أكبر متحف أثار في العالم، بنتكلم ايضا انه الكثير والكثير من القطع هينفرد طبعا المتحف المصري الكبير الجديد باقتنائها وبعرضها، ايه اهميته يا فندم؟ حضرتك المتحف المصري الكبير يعتبر بالفعل من اكبر المتاحف دوليا وعالميا، ليس فقط من حيث المساحه وانما ايضا في تحديده لعرض قطع اثريه لحضاره واحده وهي الحضاره المصريه القديمه، بدايه من عصر ما قبل الوسطى وانتهاء بالعصر اليوناني الروماني. للسادة المشاهدين، نعرف كثير عن المتحف المصري الكبير. المتحف المصري الكبير فيه أكثر من قطاع داخله، ليس فقط هو مكان لعرض الآثار، وإنما يضم بين جنباته متحف الأطفال والإديوكيشنال سنتر أو المركز التعليمي داخل المتحف، بالإضافة لمناطق الاستثمارية اللي فيها مناطق ترفيهية للزائرين ولزوار المتحف، بالإضافة إلى حضرتك ميدان المسلة. المتحف نفسه اللي هيعرض فيه أو جزء اللي هيعرض فيه الآثار المصرية ينقسم لأكثر من جزء. عندنا البهو العظيم ميدان المسلة قبل ما ندخل على المتحف نفسه، مسلة معلقة وهتكون أول مسلة معلقة في العالم كله، بالإضافة إلى البهو العظيم اللي هو مساحته تتعدى حوالي 2000 فدان والمعروض فيه حاليا أو الواقف فيه حاليا تمثال الملك رمسيس، بالإضافة إلى أكبر القطع الأثرية الأخرى الموجودة في مصر. بعد ذلك حضرتك احنا عندنا الدرج العظيم اللي هو يعني تتعدى مساحته حوالي 6500 متر مربع، عليه 87 قطعة من أنظر القطع المصرية التي تعرض أو التي سوف تعرض في أي مكان آخر، سواء كان من الضخامة أو من حيث الموضوع. بعد ذلك حضرتك عندنا الجاليريز الخاصة أو الصالات الخاصة بعرض الملك توت عنخ آمون. إحنا زي ما إحنا عارفين أهمية المكان تنبع من إن هيكون أول مكان تعرض فيه آثار للملك توت عنخ آمون لأول مرة. نعم. كل المعروض كان في المتحف المصري بالتحرير حوالي 2100 قطعة، ولكن ما سوف يتم عرضه داخل المتحف المصري الكبير في قاعتين عرض كبار تتعدى المساحه بتاعتهم حوالي 7200 متر مربع، حوالي 5000 قطعه، اكثر من 5600 قطعه سوف تعرض لاول مره للملك الفرعون الصغير، بالاضافه لثلاث صالات اخرى تتعدى مساحتهم حوالي 15000 متر مربع، مخصصين لمواضيع مختلفة في جوانب الحضارة المصرية. في إطار يا دكتور اللي حضرتك ذكرته، الحقيقة احنا حابين نعرف أهم المعروضات اللي هيشملها المتحف، يعني حابة حضرتك تكمل في هذا الإطار. حضرتك تكلمت عن المسلة المعلقة وعن أندر القطع الأثرية وعن طبعا القاعات المخصصة لمقتنيات توت عنخ آمون، إيه تاني هيميز المتحف؟ يعني حضرتك إن شاء الله احنا زي ما حضرتك عارفين أو السادة المشاهدين يمكن عرفوا قبل كده، إن احنا إن شاء الله هنعمل برضه السولار بوتي ميوزيوم اللي هو متحف مراكب الشمس الخاصة بالملك خوفو، اللي زي ما احنا عارفين الناس اللي زارت مننا الهرم قبل كده وشافت المبنى اللي بني في السبعينات مخصص لاحد المراكب الخاصه بالملك خوفو، واللي كان سبب في ان احد جهات الهرم يعني مش متشافه للناس كتير. احنا ان شاء الله المبنى ده سوف يزال، يعني سوف تحضر المركب اللي هي موجوده في المكان ده وسوف تعرض في مكان مخصص ليها خصيصا او سوف يبنى ليها خصيصا داخل المتحف المصري. بالاضافه اخر كشف اثري عظيم اللي هو هز العالم من حوالي اسبوع اللي هو خبيئه الموميات الخاصه بكهنه وكاهنات الاله امون في الوصل 22، سوف يتم نقلها جميعا لتعرض في مكان مخصص سوف يطلق عليه متحف خبيئه العساسيف، وده هيكون جزء او متحف خاص يعني كسلف الثاني ميوزيوم داخل المتحف المصري الكبير. ما يميز المتحف المصري الكبير ليس فقط القطع ولكن طرق العرض، سيناريو العرض ليه. سيناريو العرض سيناريو مبتكر سوف تستخدم فيه ادوات سمعيه وبصريه تساعد الزائر حتى ذوي الاعاقه، هيكون ليهم فرصه للاستمتاع بالمعروضات الاثريه الموجوده داخل المتحف المصري الكبير. المتحف المصري الكبير زي ما حضرتك تفضلت في التقرير انه هيكون مركز اشعاع حضاره، لان ان شاء الله هيضم بين جنباته مكتبه كبيره فيها انظر الكتب العلميه واحدث الكتب المنشوره في مجال علم المصريات، بالاضافه ان احنا عندنا بالفعل دلوقتي مشغلين فيه من بدري اللي هو مركز الترميم اللي هو يعتبر اكبر مركز ترميم على مستوى العالم، يضم بين جنباته حوالي 19 معمل، الناس المرممين الموجودين على اعلى مستوى، وزي ما حضراتكم تابعتوا برضو خلال الشهرين او 3 شهور اللي فاتوا نقل تابوت الملك توت عنخ امون من مقبرته اللي هو ظل لحوالي 97 سنه التابوت ده لما وصل للمتحف
عندنا، ما تعرفيش حضرتك يد المهرة من المرممين عملت ايه في دلوقتي وحالته منذ 3 شهور وحالته الان. اللي عايز اوصل لحضراتكم ان برضو المتحف المصري الكبير نقلة حضارية عظيمة جدا جدا سوف يشهدها العالم ان شاء الله افتتاحه في الربع الاخير في 2020 يا رب. دكتور عايز اسال حضرتك اخيرا عن اخر التطورات اللي بيشهدها المتحف دلوقتي وفي طبعا في الانشاءات والترميم. حضرتك احنا الانشاءات عندنا زي تفضلت حضرتك في التقرير، الانشاءات احنا حوالي دلوقتي 95% من الانشاءات خلاص. احنا دلوقتي في مرحله اعداد القاعات لاستقبال القطع الاثريه. احنا القطع الاثريه حضرتك عشان توصل للمتحف او عشان تدخل الفاترينة العرض الخاصه بها بتعدي بمراحل مختلفه، بدايه من نقل القطعه للمتحف، بعد كده فض التغليف بتاعها، وبعد ما فض التغليف بتاعها تدخل المعامل ان كانت تحتاج ترميم او لا، بعد ذلك بنعمل لها باكينج ونوصل بها لصاله العرض. المرحله اللي احنا موجودين فيها تعتبر المرحله الاخيره دلوقتي اللي هي تجهيز صالات العرض بالفتاوت وغيرها من التجهيزات الاخرى لاستقبال الاثار ان شاء الله لافتتاح المتحف. ان شاء الله. انا بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتور طيب عباس مدير الشؤون الاثريه بالمتحف المصري الكبير.